في الوقت اللي كانت غير كتمنعهم من الحفلات الان كيتعرضوا للتعذيب الطاقم المستقبلي كيقولوا كيقولوا هاد الناس هادو هاد الناس هادو في الدفتر تاعهم ما ذكروهمش وحنا كيقولوا لنا انه خاص هاد الناس ما يكتبوش ويصحوا بزز كيتعرضوا للتعذيب المنع امهات واطفال بطريقه تاعها واشخاص بطريقه تاعها اش كتقول لنا في هذا الشيء هذا؟ مرحبا عطيونا موعد واحد الشيء شكرا اليوم جينا باش ما سقنا اخبار ان كاينه واحد الدوره ديال مجلس الجماعه كاينه في الولايه جينا باش نشوفوا على ان مرارا وتكرارا كنمشيو لمجلس المدينه باش نشوفوا العمده وما كنشوفوهاش بقينا قلنا ان كاينه فرصه ما دام انه عندهم اجتماع بقينا كنتسناو راه حنا من 9 ونص وحنا هنايا حتى لدابا 12 ونص ولا الوحده وحنا هنايا باش نشوفوا العمده باش ناخذوا معاه موعد الحمد لله ان واخا تسنينا بزاف الوقت اللي ضيعنا ما مشاش هباء من صوره عطى راس هضرات معانا وعطاتنا موعد نهار 2 ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نهار 2 ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نجيو عند مجلس المدينه باش نريحوا مع اطابل باش نشوف كيفاش غدير هذه القضيه ديال المجانيه ديال النقل الحضري بالنسبه للاشخاص فوق ذات اعاقه نتمنى ان هذا الموعد اللي عطاتنا ما يكونش كسابقيه لان تعطونا وعود من قبل ولكن ملي كنجيو كيخوفوا بينا كيقول لك لا راه ما كايناش ما كاين نتمنى ان السيده العمده تكون عند الكلمه ديالها وما تكونش كسابقيها ونتمنوا الخير للجميع ونتمنوا ترجع المجانيه للاشخاص في وادي الاعاقه لان حقنا هذا وما غنتنازلوش عليه. حنا اليوم جينا للعماله على قبل لي كونترول كيعنفوا الامهات والبارح تعنفت واحد الاخت كيعنفها وكيقطع لها الحوايج ديالها ودابا تلاقينا مع العمده ودارت معنا ان شاء الله نهار 2 يجيو عندها واحد جوج الناس باش دير معاهم ان شاء الله موعد باش يفكوا المشكل ان شاء الله.